السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الرابعة، اليوم خيرت لكم تمارين تمهيدية أو تمارين تحضيرية للاختبارات. عندنا التمرين الأول je trouve la phrase، يعني هنا عندنا جملة مشوشة نحاول نرتبها. هذو الجمل كما راهم فيهم l'auxiliaire avoir، خيرت لكم جمل تحتوي على l'auxiliaire avoir. الجملة الأولى une grande maison، هنا عندنا le verbe تاعنا avoir a، وعندنا le pronom personnel tu. نبدأ الترتيب، toujours نبدأ بالضمير يعني le pronom personnel اللي هو tu، بعد ضمير دائما نكتب le verbe، نتحصل على tu as. Tu as une grande maison. Tu as ledeika beitun kebir. Tu as une grande maison. Jumla thania avant. Nous un beau chat. هنا أيضا كي نجو نرتبو هذه الجملة toujours je commence par le pronom personnel، نبدأ بالضمير اللي هو نو، بعد الضمير ولا لو سوجي تاعنا يجي الفيرب. لو فيرب هو هنايا avant اللي هو avoir، راهو مصرف au présent. Nous avons un beau شا. هنا نبه أعزائي التلاميذ، ماهيش كيما في اللغة العربية نقولو قط جميل، العكس. هنا في هذه الجملة لاجيكتيف هي بو، هذه الصفة هنايا تسبق الموصوف. هنا ان بو شا، الصفة راهي سابقة الموصوف. الجملة الثالثة جي، عندنا هنايا افواغ اي، عندنا دي بونبون، عندي لوكسي لو برونون بيرسونيل جو. نبدا بترتيب الجمله تاعي، توجور نبدا بالسوجي اللي هو جو زائد الفيرب. هنايا تبدا لنا جي دي بونبون، نشرح جي دي بونبون، لدي حلويات. نرجع للجملة الثانية أيضا ما شرحتهاش، nous avons un beau chat، نحن لدينا أو نملك قط جميل. الجملة الرابعة deux belles elles ont robe. هنايا عفوا نبداو أيضا بال لو برونون بيرسونيل تاعنا الضمير اللي هو elle، على بك اس، قدامها لو فيرب avoir. elles ont de belles robes، يعني لديهن فساتين جميلة. elles ont de belles robes. تمرين ثاني جيكري او بلوريال، يعني اكتب في الجمع. عندنا الكلمات هنايا لو لي، لا فينيتر، اون فلور، ان فروماج. نبدا في التحويل تاعي للجمع، هنا كيما تفهمنا مع التلاميذ تاوعنا عندنا لو لا يتحولوا الى لي في بلوريال. هذه اعيد لو لا يتحولوا لي، ثم اكتب الكلمة تاعي هنايا لي زائد لا مارك دو بلوريال، علامة الجمع اللي هي الاس، لي 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 لي. الكلمة الثانية لا فونيتر، لي فونيتر، ايضا افيك اس، هاي علامة الجمع تاعي اللي هي الاس، لي فونيتر.
الكلمة الثالثة والرابعة عندنا هنا اون وعندنا ان، اون ان في البلوريال يتحولوا الى دي. ومن بعد نكتب الكلمة تاعي فلور زائد لا مارك دو بلوريال، علامة الجمع اللي هي الاس، ان فروماج دي فروماج. Des fromages avec S. Le lit, serrir. La fenêtre, nafida. Une fleur, zahra. Un fromage, jobn. تمرين ثالث، خيرت لكم هنا اون سيتوياسيون دانتيغاسيون، وضعية إدماجية اللي فيها وصف شارع او وصف لا ميزون دو ناديا. لينا تليفون ا ناديا. لينا tu habites où. لينا يعني تكلم ناديا في الهاتف وتسأل لينا تسأل ناديا اين تسكنين. tu habites où. ناديا راح تجاوب يعني توصف البيت تاعها الموقع تاعو اين يقع بيتها. وكي نكونوا في الوصف هنا نستعملوا المخطط هذا، يعني انا استعنت بهذا المخطط اللي نساعدوا فيه التلاميذ باه يحصلوا على وضعية إدماجية فيها الوصف. هنا خيرنا هذا هو لا ميزون دو ناديا، مقابل في المكان الذي يقابله هنا لوبيتال مستشفى، بجانبه عندنا اون بولونجري مخبزة، هنا بالقرب منه كاين ان صالون دو كوافور، وفي هنايا الشارع سميناه شارع بن مهيدي. نبدأ في ملء الإجابات عن ناديا. ناديا جابيت اون فاس دو، يعني انا اسكن مقابل، نعود نرجع للديسان تاعنا، ناديا البيت تاعها هذا راهو مقابل المستشفى، جابيت اون فاس دو لوبيتال. لوبيتال ثم هنا عندنا بخي دو لا، بخي معنتها بجانب، شوفوا في الرسم البيت تاع نادية راهو بجانب المخبزة، بخي دو لا بولونجري. ثم هنايا بالوا غير بعيد، غير بعيد عن قاعة الحلاقة، بالوا دو صالون دو كوافور، دو صالون دو كوافور. وفي النهاية هنا عندنا دون لا رو، دون لا رو في شارع العربي بن مهيدي، دون لا رو بن مهيدي. وإذا كانت لديكم أي استفسارات أو شيء من هذا القبيل فأتركوا ذلك في التعليقات، والسلام عليكم.